من عيشة النجوم معينة الرصاص والمشنة السنبور ما بيفهم المكتوب الفكرة بالقلب الرابعة الدستور الرابع بالقلب والله ايه الجن فيها الغلبة مجد جميع الخير وتسلم الغلبة بيراد للمسلم لا لا لحكم الفرد جرب تجرب جاي كان كانت الهضمان جرب تجرب جاي كان كانت الهضمان كل الشوارع سد فوار وأتباع ما بنشترى ونتباع فوار وأتباع ما بنشترى ونتباع النجم للسلطان حرا طويل الباع حرا وبحر الجو يا مصر كل ليل الليل شم بالسو النبي يا شباب ربنا يرحم شهدانا يتقبلوا نحسهم بحق ده الصبر يا الله حصل لي بهذا حصل لي بهذا كان نتيجة متوقعة ممكن يحصل لأي زول لأنه صوار مقصودين لأنه لسه ما فضل لأنه لغاية هسه العسكر حاق مننا ولغاية هسه مكاتب الأمن وجهاز الأمن ما استفى ولا خلصونا منه وبالعكس شكلوا مكاتب جديدة بتاع الأمن أنا عايز أقوله كلمتين يا زول عايز يقبضك قاوم قاوم لو عايز يقبضك يوريك أمر ضبط وسوق معاك زول وتمشي وتكون عارف الجهة الماشي لها يكون الناس عارفين انه انت ماشي وين دي واحدة لو جاك زول عادي ودار يرفعك ما تخلي انت قاوم انت عندك الشرعية الثورية وشرعيتك الثورية ما انتهت ما تقول انتهت الشرعية الثورية لسه مستمرة بالرغم انه عملوا الوثيقة واستغلوا حاجات كثيرة لكن شرعيتنا الثورية مستمرة نحن في الشارع قاعدين كويس نحن الثورة حقتنا الثورة ما انتهت ولا حتنتهي مطالبنا ما تحققت ثورتنا ما انتهت ما مشينا على مبادئنا ثورتنا انتهت تمام كالآتي إذا قبضوك أساساً هم بيقولوا نحن بنحكم بالقانون وده قانونه البيقبضوه مفروض يقبضوه بأمر قبل مفروض يعرضوه على النيابة مفروض يعاملوا معاملة كريمة دي مبادئ من المفروض أن تراعى حسب القانون بتاع قانون الإجراءات الجنائية ده مبدأ أساسي المتهم يعامل معاملة كريمة يراعوا لحقوقه مفروض هو إنسان عنده حقوق كاملة والدولة عليها واجبات كاملة إنها تحافظ على حياته وتعامله معاملة كريمة طيب البيحسن كالآتي اي زول بيتكبد بطريقه غير الطريقه دي معناتها في غرض ثاني معناتها في تصفيه معناتها في تخويف للشارع معناتها عايزين يحيدوا الشارع وعايزين يضربوا الثوار عشان يقوموا يخلوا اهدافهم يخلوا ثورتهم فانت ما عليك غير انك انت انسان مؤمن بمبادئك وباهدافك وباهداف الثوره تقاوم تقاوم القبض عليك بالطريقه دي باي طريقه وعندك الشرعيه الثوريه حتى لو تضرب الزول دار يقبضك حتى لو تضربه واي قبض زي ده واي طريقه زي دي واي جريمه تحصل بالطريقه احنا بنحمل البرهان والمجلس العسكري والمجلس السيادي الجزء المدني معاه والحكومه التنفيذيه بقياده حمدوك اللي هسه ما طلعوا لنا تصريح بشان بهاء لغايه هسه حمدوك ما تكلم عن الحاصل على بهاء ده كان يمثل اهداف الثوره اللي هو قاعد فيها انت جيت قعدت بدماء شهداء جيت قعدت بدماء شهداء بحق وطن عملت شنو؟ احنا لسه اولادنا بيشالوا بيتكبضوا في الشارع زي الطير لانه لهذا السبب وشنو ذنبه وشنو انهم طالبوا بوطن حر طالبوا بوطن خالي من الدكتاتوريه ده ذنبهم ده ذنبهم فنحن بنحملكم المسؤوليه كامله لاي انتهاكات بتحصل على اي واحد من الثوار وعلى اي انسان بيطالب بالحقوق المشروعه عليه كمواطن في السودان لأنكم أنتم مفروض أول ناس تحافظوا على سيادة القانون وهيبة الدولة وللأسف ما في هيبة أو مقصود أنكم ما في هيبة خاف دارسين توحد ما عندها دين خاف دارسين قوات ما عندها دين قتلونا مندرسين لوحاتهم قاف دارسين قتلونا معروفين لوحاتهم قاف دارسين الثورة يعني موت سقطت مصر
سقطت صافينا حتى تتحقق مطالبنا حتى تتحقق مطالبنا باكر باكر بتفجى الارض تشهد عليك الدنيا وما عرفت تحقق وين بمش شان تعيش تسكت شان تعيش والزلمان عيشة رجال والزلمان عيشة رجال باكر بحسبوك الصغار لو كنت ساكت كالغطيء بختل تلال ضرب النضال بختل تلال ضرب النضال دارك انت تموت شهيد او تلقى شرف الاعتقال ايوه انت تموت شهيد او تلقى شرف الاعتقال ضبط سيطالا عنك تنفيذ تشد كل البدن طلعت للشارع براك وهتفت فليحيى النضال صوتك العالي جهود يا اصغر نظام الظلم سفاك الدماغ رف رف كلاب الدعم اولاد الحرام رف رف كلاب الدعم اولاد الحرام رف رف الشرطه والعمليات رف رف الشغف فكاين البنبان رف رف يا جبنا تهر كل البلد يا بدنا كتمي الرجال نشرب بندار وسط الحراميه حتى الخيم في الناس ويجوع مرميه تجرب على العمال ويدين مزرعيه تضرب بكت اسمان في النوز وزرية تسكن بسرعة اليد منقوشة مطرية جوا سبع عربات وعدات غيالية جنب القصر تلقى بيت جسرة مسروقة لا لا قد أقول إيش لا جسرة مسروقة شفع الصغار في الحيل ضميهم جسم العيل حتى الضلوع برزات والبطن منفوقة ساعة الرقاد بالليل ابتسموا الوقت شايلين هموم بكرة كيف يكونوا شداد يتعلموا يقروا ويتوظف الأولاد ويجدد التاريخ مش لا عسكر لا وقع لا ظلم لا استبداد العسكري قطاب قال العقود نهاب اوعاك تقول شرع الله سميها شريحة الغاب في اي كتاب مفلوب الشعب يعيش مغلوب بنحب شعب تغلوب شهيد للألوب العسكري الناس بس ناس هدين لكرامة الناس هدين للعالي أساس هدين للعالي بس ما قطع ليك والرأس أجب خيم باوس باوس وعيدت الدين جاسوس جاسوس وعتذرت يا منحوس عسكري باطل باطل حليق وصي قاتل قاتل وعتذرت يا عاطل بالدم 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 العسكري الباطل حليق بها قاتل عتذرت بالدم 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 شهداء رمضان حرام شهداء رمضان مرضيتو شعب السودان انزل مرضيته العيش الطاقة في يوم الليل وقعب في يوم استجمع ونسأل زي سيف البادرة طيب في يوم رصدنا الزغرين إحدى الكاروت في جام حندمر كل القتلة وحمل الشيل وعم معروفة وما بتندسى القتلة كلاب الدعم معروفة وما بتندسى القتلة كلاب الدعم قاف دالسين قوات ما عند دليل 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 قتلونا معروفين لوحات مغطاسين قتلونا معروفين لوحات مغطاسين قتلونا معروفين قوات مغطاسين علموا لنا مجاني تارين اعدام رصاص لكل القتل الشهداء حرب وصنوفهم في الراس علموا لنا مجاني يبقى السؤال يبقى السؤال المحير يبقى السؤال من قتل بهاء من اختطف بهاء ومن عذب بهاء يبقى السؤال من قتل بهاء سؤال موجه الى رئاسة مجلس الوزراء والى قوات الدعم السريع او قوات الدم السريع سنبقى في الشوارع قتلت واحد قتلت اثنين قتلت عشرة برضو ما حنسكت قتلت مية برضو ما حنسكت قضيت الاعتصام ما سكتنا بديت تقتلوا فينا واحد ورا الثاني برضو ما ساكتين حنفضل في الشوارع وقلناها وحنفضل نقولها تسقط لما تسقط حتسقط وحتسقط وحتسقط حتسقط لما تسقط قلناها وحنفضل نقولها محمد محمد
قتلت واحد، قتلت اثنين، قتلت الاعتصام، بديتوا تقتلوا فينا واحد ورا الثاني، برضو ما حنسكت. عايزين تحكموا؟ قتلوا الأربعين مليون. إذا أنتوا رجال قتلوا الأربعين مليون واحكموا براهم. لكن طالما نحن قاعدين وأصوات الثوار دي لسه بتهتف إلى عنان السماء، والله والله حتسقطوا. قلناها تسقط لما تزبط. يا اللي بتعلق هسه بتقول مبروك انه التجمع هيرجع يقود الشارع، لا لا معلش، التجمع يركب ورا القياده للشارع، القياده للشارع فقط، والقياده للتروس والكنداكات تاني ما بيزل بيقودنا. التجمع ده يركب في الحفله دي يركب ورا. من قتل بها؟ والله تقتلوا فينا واحد ورا الثاني، برضو ما حنسكت. تقتلوا فينا، تقتلوا واحد، تقتلوا اثنين، تقتلوا عشرة، تقتلوا مية، برضو ما هساكتين. وحقوقنا حنجيبها، وحق الشهيد ده حنجيبه، حق الشهيد حنجيبه، وثورتنا مستمرة وما حتقيف لحد ما تصل لمبتغاها. ما حنقيف، ما حنقيف لحد ما نوصل ثورتنا دي لنهايتها. وقلناها وحنفضل نقولها، هتسقط لما تزبط. هتسقطوا كلكم يا خونة، هتسقطوا يا قتلة، هتسقطوا يا متسلقين، هتسقطوا يا شركاء الدم. يا المجد يا الزنزانة، هم
ولا السؤال ممنوع. فاسد يا جمال فاسد. فاسد يا جمال فاسد. فاسد يا جمال فاسد. ارحل يا جمال فاسد. فاسد يا جمال فاسد. فاسد يا جمال فاسد. الشعب يريد قصاص الشهيد. 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 الشعب سؤال مهم جدا، كم عمر بها الدين؟ شاف في مقتبل العمر. كم عمر بها الدين وليه؟ وعمل شنو؟ والغرر انه هذه الفئة العمرية تقتل وترهب منه؟ العسكر، قحط، الاحزاب، الديناصورات القديمة، زايد، الجنجويد، دي ما ميليشيا، دي مجرمة، دي مختطفة، دي غازية. من الأدال حق أن يخوش الخطوة كلهم. الأمر مدبر منذ 89 أن لا تحتل هذه البلد السلطات فيها الفئات العمرية صغيرة. ودي الفئات العمرية الأطول إنتاجا. أنا بتكلم بلغة الإنتاج الاقتصاد، لأنه أصلا متبقي لك أنت من العمر مساحة كويسة، لكن أنا والجماعة دي باقي لنا جماعتين ثلاثة،
لكن لاننا نحن حراميه. بما قمنا 56 اسست هذه الاحزاب لغرض اعاله اسرنا. معليش انا دخلت نفسي معاهم مع انه انا بريء من كل حاجه اسمها حزب. هذه الاحزاب اسست الوضعيه السياسيه لهذه البلد اسستها لنفسها لاسرها. ومين الاساس ومين الدعم عشان تؤسس؟ الخارج، عشان تكون عميله اقتصاد البلد يبرع عبرهم هم للخارج للدول الاقليميه وللدول المحتاجه. راس الماليه. العسكر مهمته حراسه الوطن والعرض، لكن هو بيفك البلد للاجنبي وبيسرق خيراته للاجنبي وبيقتل اولاده. اذا يا جماعه دي ما مؤسسه عسكريه. لما طلع برهان بيقول للشعب ما بيحترم المؤسسه. مساله ما بنحترم المؤسسه لانها هي ما احترمت ذاتها. هي اصلا التكليف بتاعها مش تجي تقتل شعبها. تكليفها ان تحرس الوطن من العدو الخارجي. هل حرست حلايب والشلاتين؟ لا. دورت شكلها هنا في الفشقه، فشقه شنو حدود؟ ليش نو؟ للتلميع. كله احزاب سياسيه يا سيد احزاب يا جماعه. الاحزاب اعدائها لكم ولا لا؟ سرقوا الثمره اعدائنا الاحزاب لانهم منا. يا احزاب خيانة الأحزاب دخلت لما ساعد المفاوضات. لما المجرم في قضيتها. قضيتنا سياسية والقتل سياسي. وأي إنسان عايز يتكلم ويمجد للأحزاب يطلع برا منا. وين منو؟ وين أمها الدين؟ وين أختهم؟ وينهم أهل وينهم؟ وقعتوا في الوثيقة الدستورية انتم؟ هل عملتوا مفاوضات مع العسكر؟ العمل المفاوضات منو؟ قاعد شنو هي؟ مجموعة أحزاب بالله لو سمحت. ايه؟ يا سيد لو سمحت. يا أخوي اسمع، مالك أنت مشكلتك شنو معي؟ بتاع عم؟ الثورة الشباب. الحقيقة من قتل بهاء، من اختطف بهاء، ستبقى الأسئلة إلى أن نجيب عليها أو تجيب عليها هذه الحكومة المدنية المختطفة للثورة. كلهم شاركوا في قتل بهاء، الدعم السريع، الشرطة، الجيش، الحكومة المدنية، كلهم شاركوا في قتل بهاء إلى أن تثبت براءتهم. كلكم مشاركين يا أخوانا، كلكم مشاركين يا قتلة، كلكم مشاركين يا مجلس شركاء الدم. هنواصل في تشييع الشهيد بهاء الدين له الرحمة والمغفرة.